خلينا نبتدي بأول ضيف وأول موضوع. الوطن أيا كان ماضيه هو الشاهد على تاريخه، وهذا الماضي قد يتمثل في العادات، في التراث، ولا سيما الأبنية التراثية التي تعكس هوية المجتمع. وفي لبنان تحديدا في مدينة طرابلس صرخة وتحرك للمحافظة على التراث المعماري، يخبرنا عنه كل هيدا ضيفنا الياس خلاط. اهلا وسهلا فيك. شو الياس، كيف حالك؟ الحمد لله، كيفك انت؟ تنفي. انا على طول زينت حالي مثلك. شكرا. قلب طرابلس، هيدا هو الشعار. قمتم منذ حوالي الأسبوع بعقد طاولة مستديرة حول موضوع التراث، ايش هي الإشكالية اللي طرحتوها؟ عرضنا إشكالية كتير أساسية اللي هي الأبنية التراثية مسؤولية مين؟ المتصدعة خصوصا اللي عم تقشط اليوم. بس يصير في أزمة بالبلد للأسف الدولة بتركض وبتدفع تعويضات. طب ليش بننطر الدولة؟ ليش الدولة بتنطر يوقع بناء ويصير في ضحايا حتدفع التعويضات؟ ليش ما بتبادر؟ هي بالاساس، لذلك الاساس الموضوع كان هذا الموضوع، وزيت الوقت حبينا نطلق الحملة الوطنية للحفاظ على قلب طرابلس تل، يلي هو الداون تاون الوسط المدينة، يلي اشتهر خلال أكثر من 100 سنة بأنه هو العاصمة الاقتصادية للشمال، ويلي هلا وضعه شوي منه مزبوط. شو أكثر شيء عم بتعاني طرابلس هلا على صعيد الأبنية؟ على صعيد الأبنية التراثية عم بتعاني إهمال فظيع، إهمال كثير كبير. في قانون أجارات ما بينصف المالك ولا المستأجر، دونك فيها الأبنية اللي قاعدين فيها عم بتزول، حتوقع راسهم بعد شوي. يتميز التل تحديدا يتميز بطابع معماري نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين، وهي مرحلة هيدي كتير حلوة وكتير مهمة نادرة في لبنان. حلو كتير. طب مين اللي شارك بهالطاولة المستديرة أستاذي؟ وش السبيل لإنقاذ ما تبقى؟ قاعدين نشوف احنا في الصورة كتير حلوة Don't break my heart. نحن صرنا كذا سنة عم نشتغل مع المجتمع المدني ومع أخصائيين عم نحضر لهالطاولة المستديرة يلي انطلقت بمشاركة بلدية طرابلس أول شيء أهم شيء، مركز الترميم بالجامعة اللبنانية، مركز الترميم بالجامعة اللبنانية فريد من نوعه بالشرق الأوسط هون عندنا بالمنطقة، موجود بس بطرابلس هذا مركز الترميم التابع للجامعة اللبنانية، جمعية مدينتي يلي بتضم أخصائيين بالتنظيم المدني، بالآثار، بهالشغلات، ونقابة المهندسين كمان المعني بهذا الموضوع، ونحن تريبولي فاونديشن. ذكرت منطقة التل، وين المناطق الثانية كمان بقلب طرابلس اللي عم بتعاني يمكن من تصدع بالأبنية على صعيد التراث؟ يعني كأبنية تراثية المدينة القديمة قد هي مدينة تراثية؟ صحيح، أكيد كل المدينة القديمة، كل المدينة القديمة يعني اللي هي شرق التل، شرق وسط المدينة، تعاني من هذا الموضوع، تعاني بكثير شيء، بس لحسن الحظ في مشروع الإرث الثقافي اللي ممول من البنك الدولي حاليا عم بيلحظ ترميم وعم بيلحظ إعادة البنية التحتية بهذه المناطق تحديدا للحد من هالإشكالية. طيب مدينة طرابلس، بس لنعطي شوية فكرة للمشاهد العربي، تعتبر من أول المدن اللي كان فيها مماليك مملوكية. مدينة طرابلس هي مدينة كتير قديمة كتير عريقة من أيام الفينيقيين، هي المدن الثلاث، تريابولي باليوناني، تريبوليس بالروماني، بعدين صارت أطرابلس على أيام العرب، وطرابلس بعدين رجعت تريبل على ايام الصليبيين، ورجعت طرابلس على ايام المماليك. سو المدينه القديمه المبنيه جنب القلعه هي المدينه المملوكيه على ما تبقى من اثار صليبيه بهذيك المنطقه. طيب شو التوصيات اللي اصدرتوها استاذ الياس؟ اهم شيء بموضوع تحديدا حمايه الابنيه والتراث وهيدا، حقيقه مدينه طرابلس تعاني بشكل كثير كبير من المركزيه، من قرار السلطه المركزيه في بيروت، دونك اوقات كثير يعني تبعيه لبيروت، مش تبعيه، عم تجيكي اوقات شغلات هدامه، مهندسين او اشخاص ببيروت عم بيعملوا قرارات بهالمدينه بدون ما ينزلوا على الارض، بدون ما يشوفوا وقعها. نحن في تشويه كثير كبير حصل للاسف، ابرزه نهر ابو علي من بعد فيضان الخمسين، انعمل نهر منطقه يعني باب التبانه كمان كثير عم بتعاني، اكيد انقصمت عن المدينه، بعدت عن المدينه من وراء مشروع نهر ابو علي مثلا. اكيد انا بدي اقول من اهم الشركاء، نحن كل هالنتيجه طلعت نتيجه عمل كثير مهم صار بباريس بشباط الماضي يلي نظمته جمعيه الحفاظ على تراث تريبوليس، دونك كمان شريكه معنا اساسيه بالمشروع. سوري ابو سمره، ما في ابي سمراء كمان معنا؟ ابي سمراء هي الضحيه الجديده، الضحيه الجديده يعني عندها قضت على الزيتون وعلى الخضر، على كل شيء اخضر بيحيط بالمدينه، كان يعني قضت على كل شيء تراث لطرابلس. ابي سمراء، ابو سمره ما كان فيها، لا كانت منطقه خضراء كثير رائعه، كانت فيها كان فيلا، كان في طرابلسيين يصطافوا، تخيلي لانه تله مرتفعه،
دونك اليوم تغيرت الامور. هلا صرنا بنيات كثير عاليه. المينا شو وضع على صعيد الابنيه التراثيه؟ المينا فيها منطقه تراثيه رائعه جدا، محافظه الى حد كبير لسبب كثير بسيط. ونحن هيدي بالحمله كثير مهمه، نحن بنقول للطرابلسيين لما طلعنا الحمله انه خط الدفاع الاخير. ما بقى في تل، انتم يا طرابلسيين صرتوا يعني خارج المدينه. هالشيء مش موجود بالمينا. بالمينا المدينه التاريخيه لسه فيها سكانها الاصليين. ما تريفت مثل ما تريفت طرابلس. طيب استاذ خلط لي، يا ريت بس نقول ايش الخطوات اللاحقه الان من خلال نحن في عندنا من خلال الندوات الاجتماعات. نحن عم نمشي على خطين، اول شيء البروباغندا، بدنا نوعي العالم على اهميه التل وانه هذا تراث وطني، بدنا نوعي العالم في طرابلس والشمال ولبنان عامه. هذا الشيء، هيدي الخطه عم تنوضع حاليا، عم بتقلع. والخط الثاني بارلل معها ماشيه قصه في كوميتي عم بيتابع مزبوط كيفيه الحفاظ على الابنيه بدون ما يفقدوا وظيفتهم، يعني نوع تصنيف وقوانين خاصه، وان شاء الله ايجاد صناديق خاصه كمان لمساعده هالوسط يرجع يوقف على اجريه. على العموم احنا بنحييكم طبعا على هذه المبادره، وهي مبادره حضاريه جدا لانقاذ التراث الوطني والعالمي. استاذ خلط شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لكم. في بيروت ولازم برنامجنا ينقل الديكور كله بيجي على طرابلس، يمكن نعمل حلقه على الهواء مباشره هناك. اهلا وسهلا فيكم. هذا بيكون نضوي على التراث الجميل اللي في مدينه طرابلس، وايضا مساعدكم يمكن في حملتكم اكثر.